معي النقيب مصطفى القحفة وهو نائب ركن التوجيه المعنوي بمركز تأهيل الضباط. نقيب مصطفى، أهلا وسهلا بك ومرحبا. حياك الله أخي محمد، أهلا وسهلا. تحية طيبة لك نقيب مصطفى وأهلا بك. كيف توصف سير المعارك التي دارت خلال الساعات والأيام الماضية؟ أحييك أخي محمد وأحيي مشاهدي قناة سهيل الفضائية لمتابعته الأحداث أولا بأول، خطوة بخطوة، مساندة ومعززة دورها الإعلامي في دعم الجيش الوطني ورجال القبائل الأبطال في التصدي لميليشيا الحوثية الإنقلابية. الأحداث الأخيرة خلال الساعات الماضية كانت قوية، كانت معارك شرسة وقوية. كنا قد تحدثنا سابقا قبل أيام أن ميليشيات الحوثي تعد بعدتها في جمعة رجب السابقة وهي الأولى، وفعلا أتت بأنساك تم السيطرة عليها وسحقها ودهسها ولقت حتفها جميعا. وفي هذه الجمعة يوم أمس عززت أيضا بتعزيزات قوية واستهدفت المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة مارب المحادية في منطقة وادي ذنة المحادية لبني ظبيان، وحاولت التسلل إلى منطقة البلق. في هذه المنطقة حدثت معركة وملحمة تاريخية بطولية سطرها أبطال الجيش الوطني ورجال الأمن الأشاوس ورجال القبائل. الأنساق التي ساقتها ميليشيا الحوثي الانتقالية من صنعاء إلى مارب لإسقاط مارب كما يريدها الحاكم العسكري حسن إدريس إيرلو، ومن بعده القوى الدولية المتباطئة والمتواطئة التي لا تعي ما يحدث في صرواح من استهداف لمخيمات النازحة من جور وظلم الميليشيات الحوثية من كل محافظات الجمهورية والتي أتت إلى هذه المحافظة الطيبة. الأنساق التي جاءت بها ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية خصوصا في البلق لقت حتفها كاملا. كانت هناك كتيبة قد تم تدريبها على يد الميليشيات الإيرانية في إيران، وأتت هذه الأيام باسم كتائب الموت لغزو مارب كما تدعي الميليشيات الحوثية، ولكنها ولله الحمد لقت رجال أشداء أبطال جمهوريون سطروا ملحمة تاريخية أسطورية قادها الشهيد البطل المناضل الجمهوري العميد عبد الغني بن شعلان رحمة الله عليه، ورفيق دربه نوفل الحوري، وأبطال من الأمن الخاص. هؤلاء الأبطال الذين تلقوا تدريبات في مؤسسة أمنية عسكرية يفتخر بها الشعب اليمني، وهي للدفاع والذود عن أمن وحياض الوطن. في بعد المعركة التي حدثت في البلق وتم تدمير أنساق الميليشيات الحوثية وتم قتل العشرات منهم وأسر العشرات أيضا منهم وفرار الذين فروا، يقال أن عدد من أتوا إلى تسللا إلى تلك المنطقة وهي الثغرة مهمة جدا حوالي 400 الذين قتلوا في الساعات أمس الليل، 86 قتيلا و38 أسيرا كما أكدت تلك يعني مصادر ميدانية لمراكز الإعلام والتوجيه المعنوي. في الليل أيضا ليل أمس حدثت معركة تاريخية أخرى في غرب صرواح في منطقة المتجح والكسارة، سطرها أبطال الجيش الوطني في دحر وكسر أنساق الميليشيات الحوثية. عشرات الأنساق ساقت بمئات العناصر المغرر بها والمدربة، ولكنها لقت حتفها في ساعات من الساعة 11 ليلا وحتى 14 فجرا. حتى 14 فجرا كانت هناك ملحمة تاريخية. اليوم جثث ميليشيات الحوثي متناثرة في منطقة البلق في منطقة الأثنة وفي المطحات، وما زالت الجثث حتى الآن مرمية ولم تستطع الميليشيات الوصول لإخراجها. نحن بدورنا في الجيش الوطني وبموجب مبادئ أخلاق الحرب التي تعلمناها في عقيدتنا العسكرية اليمنية للجيش الوطني حسب ما دعا الناطق الرسمي ودعا مدير دائرة التوجيه المعنوي ويدعو كل القادة المنظمات الدولية
والإنسانية والصليب الأحمر الدولي للقيام بدورهم وبمهامهم لإخراج الجثث التي قد تراكمت والتي ما زالت مرمية في الشعاب وعلى الجبال وفي السيل. الميليشيات الحوثية تصعد عندما يتم دهس أنساقها الهجومية الانتحارية على أسوار مارب وشمال غرب مارب ومنطقة نه، وكذلك في الجوف هناك الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم الأسطورية في دهس الميليشيات الحوثية وتحرير المناطق والصحاري الكبيرة في منطقة الجدافر. تم تحرير هذه الكامل منطقة العلم تحت السيطرة ومعسكر اللبنات الاستراتيجي خلف قوات أبطال جيشنا الوطني وتحت نيرانه ومحاصر من ثلاث جهات، ولا تستطيع الميليشيات الحوثية غير أن تستسلم في ذلك المعسكر وتعلن استسلامها ما لم فأنها قد أصبحت خلف نيران خلف خطوط قواتنا وأصبحت على مرمى نيراننا. وكذلك الشكر كل الشكر لأبطال وصقور الجو الذين ساندوا أبطال قواتنا في عدة ضربات وغارات جوية، واستهدفوا أكثر من 8 أطقم في غرب صرواح في غارة واحدة، وفي منطقة بني ظبيان التي كانت تتحشد الميليشيات الحوثية إليها. أخي محمد هناك رسالة. نعم ختاما. رسالها إلى جميع. نعم. أودي رسالها إلى جميع الزملاء والأخوة والقادة في كل الجبهات، وهي التعامل مع الأسرى. الأسير حين يتم أسرى والإعلان يعني رفع يديه للأسر، يجب أن يتم ربط عينيه ويديه إلى خلفه حتى يحس أنه أصبح أسيرا. لا ليس أقصد إهانته، ولكن هذه هي مبادئ الحرب، ولأجل الحفاظ على سرية المواقع والطرقات، لأنه بعد أيام الميليشيات الحوثية تطالب بإخراج من يريدون إخراجه، وتختار القناديل والمدربين إيرانيا، وتترك أبناء القبائل هناك اليوم في السجون الشرعية من الأسرى. والحمد لله والشكر والتقدير للسلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان العرادة وجميع أبناء محافظة مارب والقيادة العسكرية الذين يتعاملون بحكمة وبآداب الحرب والعروبة والإسلام. نعم. مع هؤلاء المغرر بهم. ندعو أيضا كما دعت القيادة السياسية والعسكرية بالأمس رئيس هيئة رئيس العمليات الحربية اللواء ناصر الديباني وهو في الخطوط الأمامية يدعو أبناء القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في محارق الموت، ولكن القبائل لا أدري لماذا تصم آذانها. ألم ترى تلك المشاهد التي جثث قتلاها الميليشيات الحوثية متنافرة ومتبعثرة في المشجح والكسارة وفي رغوان وفي الجدافر ودحيضة والعلم والخنجر وجبل مراد وكل الجبهات؟ لا. لماذا لم يتوقف القبائل من دعم الميليشيات الحوثية العميلة الإرهابية لإيران إن كانوا يسج أبنائهم إلى معركة هم يعرفون نتائجها مسبقا؟ لأن أحرار اليمن أبناء قد التقوا في مارب وقد حددوا أهدافهم، وقضيتهم قضية عادلة، وقضيتهم هي إعادة الدولة واستعادة مؤسساتها والقضاء ودحر الانقلاب وبسط السيطرة على كل شبر في الجمهورية اليمنية.